السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مقرر القيادة الإدارية للمستوى السابع قسم إدارة الأعمال للاكتساب المطور عمادة التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حياكم الله. حياكم الله جميعا. طبعا أنا قبل ما أبدأ اليوم إن شاء الله لقاءنا الحي الثالث، كنت بدي أتفق معاكم على أنه يكون عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله لقاء إضافي. يعني إحنا رح يكون عندنا يوم الاثنين القادم لقاءنا الرابع، ركزوا معي مشان ننهي الموضوع إذا الله راد. يوم الاثنين عندنا لقاء، رح يكون لقاءنا الرابع، يعني هذا اللقاء الخامس اللي رح نساويه هو لقاء تعويضي عن اللقاء الأول اللي تم تأجيله بمناسبة اليوم الوطني. طيب الآن مباشرة المسؤولين سبقت الناس كلهم وقالت إنه يوم الأحد أو الأربعاء. طيب ماشي الحال، الثلاثة عندكم ما يمنع؟ يوم الثلاثة الساعة 8:30 كويس؟ لا لا خلاص، بما انه في ناس ما صار بالنسبة لألون. طيب طيب الأربعاء 8:30 مناسب؟ خلاص على ما يبدو انه مناسب للجميع يوم الأربعاء، خلاص اتفقنا. اذا رح يكون عندنا يوم الاثنين لقائنا تغريب، للاسف ما رح يقدر يساوي 7:30 لانه 8:30 يمكن ادخل على النظام. فهمت علي كيف؟ انه 8:30 في نحدد الوقت، خلاص 8:30 نفس توقيت محاضرة. الله يرضى عليكم، ما بدنا نعمل لخبطة كثير، يعني لا تصيروا تتشرطوا علينا، يلا يعني يكون مناسب للكل. لا لا شوف، انا هذا اللي بخاف منه حني، لا لا مو كل اسبوع، لا بتحبوا نساوي هذا الاربعاء بعد بكره ولا الاسبوع القادم؟ احنا عندنا لقاء واحد بس هو تعويضي للقاء اللي تم تغييره بمناسبه اليوم الوطني بس. طيب خلاص طولوا بالكم شوي، خلونا نحكي كلمه مفيده. اذا باذن الله، خلاص انا سمعتكم وشفتكم. اذا الله راد يوم الاربعاء القادم اللي هو بعد بكره راح يكون لقائنا الرابع، بس استثناء هذا الاربعاء، بعدين كل اسبوع بنكمل. ليش لقائنا الاربعاء هذا الاسبوع؟ تعويضا للقاء يوم الاثنين اللي هو كان في الاسبوع الاول. والله شكرا يا حمود، ان شاء الله الله يسمع منك، بس المرؤوسين يا حمود تعبيني شوي، يعني يبدو انه انا ديمقراطي معهم يعني زياده، هذا نمط ديمقراطي. طيب تمام، نرجع لموضوعنا. اذا اتفقنا انا ان شاء الله بعد المحاضره ندى سمفش بالنسبه للمحاضرات اختباركم حاضر يا رزمان، رح استعجل حاضر. اختبار النهائي امتى رح يكون؟ الاختبار النهائي امتى رح يكون؟ 12/12 ميلادي و25/4 مقرر القياده نحن هو رح يكون بهذا التاريخ. ولا بداية الاختبارات القيادة رح تكون القيادة آخر اختبار، يلا بعين الله إن شاء الله ختامها مسك. طيب
اللي هتكون 5-4 4-5 4-5 ولا انا شو ولا 5 ولا شو قرات انا تاريخ 12-12. طيب بعد شهرين تقريبا ان شاء الله. طيب ممكن اذا نحن اتفقنا على هذا الموضوع. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتم بتعرفوا ان نحن انهينا اللقاء المرئي الثالث ونحن اليوم في اللقاء الحي الثالث. رح نبدأ من اللقاء الحي او اللقاء المرئي الرابع اللي هو نحن عم نحكي لسه في الفصل الاول القيادة الادارية في المنظمات، وفي عندي مجموعة من النقاط رح نحكي عن أهمية القيادة الإدارية، ليش رح تكون عندي أهمية قيادة إدارية، أسباب وأهمية وجود القيادة الإدارية في المنظمات، التعرف على وظائف القيادة، التعرف على طبيعة القيادة، شو مقصود فيها، وتعريف القيادة الفعالة. يعني اعتبارا بعدين رح نبدأ نحكي إيش في موضوع القيادة الفعالة. انتبهوا علي يا جماعة. أول بالنسبة أنا عم بحكي الآن على أهمية القيادة الإدارية. دائما السؤال طيب ليش حتى يكون عندي قيادة إدارية؟ طيب يعني أنا في المنظمة شو اللي بيستدعي إن يكون عندي قيادة إدارية؟ في عندي أربع أسباب منطقية. هذا هاي النقطة كتير مهمة، ركزوا معي. أول سبب إنه عدم شمولية تصميم المنظمة، يعني وضع تصميم شامل للمنظمة. شو يعني؟ يعني أنا لما بيجي انتبهوا علي، لما بيجي بحط مثلا بحدد الإدارات مستويات الثلاثة، إدارة عليا وإدارة وسط وإدارة تنو، بحدد شكل الهيكل التنظيمي وبحط القوانين والإجراءات والأنظمة والسياسات والموارد بدي استخدمها، كل واحد بعطيه وظيفته إلى آخره. طب سؤال منطقي إنه ليش حتى يكون عندي قيادة؟ لأنه بكل بساطة من الصعب إنك تحط هيكل تنظيمي أو تحط تصميم شامل لكل أنحاء المنظمة، لأنه أحيانا أنت بتحط مكان شخص معين في مكان معين صح؟ بعد فترة بيبين لك انه هذا الشخص غير مناسب، شو بدك تساوي؟ لازم يكون موجود القيادة تشوف الأداء وتقارن الأداء مع ناس تانيين، وبالتالي ممكن انه يحتاج إلى تدريب، ممكن حاجة احتاج أنا ما ممكن هذا التدريب ما بيجيب معه نتيجة، احتاج إني غيره، احتاج إني استقطب ناس مكانه. عم تفهموا علي يا شباب؟ ولا نحن الآن تخيلوا نحن في الجامعة، كل واحد منا عارف عمله صح؟ مع ذلك عندنا إدارة للجامعة وعندنا إدارة للكلية وعندنا إدارة للقسم، مع أني أنا كعضو هيئة التدريس عارف شغلي، مع أنه الطالب عارف شغله، مع أنه كل واحد منا عارف شغله. ليه؟ لأنه دائما ممكن تصير مشكلة مع الأستاذ، ممكن تصير مشكلة مع الطالب، ممكن تصير مشكلة مع الإداري، ممكن تصير. فبالتالي لازم يكون في عندي قيادة، لأنه وهذا مرتبط في السبب الثاني والثالث والرابع، أنه نحن عايشين في بيئة، والبيئة بصراحة تعرفوا أن المنظمة تؤثر بالبيئة الخارجية وتتأثر بإيش؟ تتأثر بها صح؟ مهد تعلمنا أنه هي نظام مفتوح، وبالتالي أي تغير في البيئة الخارجية أو في البيئة الداخلية يؤدي إلى تغير في المنظمة. نحن نعرف أنه مثلا البيئة الخارجية لما يصير فيها تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، تغيرات في التشريعات وفي القوانين، بتأثر علينا على المنظمة ولا ما بتأثر؟ بتأثر. لما بيطلع قانون انه نسبة السعودي اقل شيء لازم تكون 70%، تتأثر المنظمات ولا ما تتأثر؟ هذا مثال بسيط، رح تتأثر. وبالتالي لازم تكون موجودة قيادة دائما تتعامل مع هذه المتغيرات. بالنسبة لدينامية المنظمة، هون دينامية المنظمة مقصود فيها الحركية، التغير الحاصل من داخل المنظمة. الآن انا عندي عاملين في المنظمة، ماشي يا جماعة، عندي عاملين في المنظمة وفجأة قرروا انهم بدهم بعض المتطلبات، مثلا بدهم زيادة رواتب، او اخي نحن بطلنا نشتغل لحتى تزيد لنا رواتبنا، اضربوا على العمل، انا امام مشكلة صح؟ وبالتالي لازم يكون في عندي قيادة تتعامل مع هذا الامر، تفاوضهم، نوجد حل، نوعدهم بدل زيادة الراتب أعطيهم مثلا مكافأة، أعطيهم حافز إلى آخره. السبب الرابع، يعني أنا أذكر أنه كل الأسباب مرتبطة في بعضها، السبب الرابع هو طبيعة الأفراد.
في المنظمات. شيء طبيعة الأفراد في المنظمات، أنتم تعرفوا أنه نحن أعقد مورد موجود هو المورد مين؟ المورد البشري صح؟ أيوة صحيح، العنصر البشري. لاحظوا انتبهوا علي، يعني مثلا أنت الآن أي واحد منكم إن شاء الله كلكم بتصيروا قاضي، وإن شاء الله القاعد منكم يكون فعال. الآن بتجي أنت مثلا عندك أنت عندك موارد بشرية وعندك موارد مالية وعندك موارد مادية وعندك معلومات وعندك وقت وعندك عندك كل الموارد اللي تساعدك على أنك تكون قاعد. الموارد المالية من السهل أنك تديرها، الموارد المادية المباني التجهيزات السيارات المعدات الآلات إذا من السهل أنك تديرها. تجي مثلا على سبيل المثال الوقت، ممكن تدير الوقت، ممكن تدير المعلومات، لكن هو أصعب شيء أنك تدير الموارد البشري. ليه؟ لأن الموارد البشري متغير، حالته النفسية السيكولوجية متغيرة صح؟ يعني كلياتنا بتلاحظوا انه مثلا عندك احد الموظفين اليوم جاي مبسوط، بكره جاي زعلان، البعده جاي مرضان، البعده عنده حاله اجتماعيه صح ولا لا؟ انت في كل مره بدك تتعامل معه. انت ممكن تيجي انت كقائد، انت ممكن تيجي على العمل والناس كلها تكون شيء عندك وانت نفسك مو طبيعيه، او انت اليوم ماشي جاي في حاله صحيه تعبان او في حاله اجتماعيه معينه، شو بتعطيك؟ وبالتالي القائد بيتعامل احيانا نحن كلنا يتبصين على الصبح لما تروح انت على شغلك بتصحى مالك مبسوط. ليش؟ شو هي الاسباب؟ الله اعلم. يعني احيانا نحن ما بنوجد احيانا لا نستطيع ايجاد تفسير للحاله النفسيه عند الصبح. كلياتنا هيك على فكره، بتحس حالك حاسس بضيق، حاسس بزعل، مالك عارف ليش، وبتصير تفتكر ليش، ما بتوجد اي سبب. وأحيانا تصحى صبح تحس حالك نشيط وبدك تروح على العمل وأنك مقبل على الحياة، وبتصير تحط أهداف مستقبلية ورؤية لك وكذا وإلى آخره صح ولا لا؟ وتحس إنه الدنيا يعني جميلة جدا والعصافير تغرد وكذا وإلى آخره. طيب، فبالتالي قيادة هدول الناس ما أمر سهل، وبالتالي لازم يكون في عندي قيادة تتعامل مع هذه الحالات كلها من المورد البشري. إذن هذه الأسباب الأربعة لأهمية وجود القيادة الفعالة. نروح الآن لنقطة ثانية اللي هي وظائف القيادة الإدارية. تعرفوا وظائف القيادة الإدارية، إحنا حكينا لما تحدثنا على الفرق بين القائد والمدير قلنا إنه هي نفس الوظائف، يعني المدير بيمارس التخطيط والتنظيم والقائد نفس الشيء. إذا بتتذكروا أكيد أنتوا عم تذاكروا أكيد، فلذلك احنا تذكروا احنا قلنا بانه القائد ايوه يا سلام عليك يا ركان، يا سلام عليك يا شيخ، روح الله يعطيك العافية والصحة يمد عمرك. انه نفس الوظائف يقوموا فيها الاثنين، لكن يختلف الاداء، المهارات اللي بيستخدمها مين؟ اللي بيستخدمها القائد. هو القائد تميزه في الأسلوب. بتعرفوا نحن حكينا من أول يوم أن القيادة هي التأثير صح؟ ما هيك حكينا؟ وقلنا القائد الفعال هو الذي يؤثر وبفعالية بإيش؟ بالإقناع، بالود، ليس بالإكراه، ليس بالإجبار، بترغيب المرؤوسين مشان يحقق أهدافه، أهداف المنظمة، أهداف المرؤوسين، ويشعر المرؤوسين بالرضا. أول وظيفة عندي تعرفوا هي وظيفة التخطيط، وبالتالي تعرفوا أن التخطيط هو تحديد الأهداف، رسم السياسات من أجل الوصول إلى الأهداف. يعني هاي كلها تمرة معكم ها، بس كلها مهمة ها، دائما بيجي منها في الاختبار. التنظيم هو الجمع بين مختلف الوسائل الموجودة، يعني كل الموارد المادية والبشرية وإلى آخره من أجل تحقيق الهدف. طبعا تعرفوا أن التنظيم هو ترتيب الأشياء، يعني رزنا مو ضروري تحفظها بالترتيب، بس ضروري ان نعرفها وضروري نفهم شو يعني. واذا سالتكم شو يعني التخطيط، شو يعني التنظيم، شو يعني التوجيه، التوجيه هو نشاط قائد مستمر والمتعلق بارشاد المرسل. يعني التوجيه هو ارشاد المرؤوسين نحو العمل الصحيح ومنع السلوك
السيء او المرء وصل لنتائج التحفيز. شو هو التحفيز؟ هو حفز المرؤوسين لتحقيق اهداف المنظمة بكفاءة وفعالية، سواء تحفيز مادي او تحفيز معنوي. تعرفوا شو عند الاتصالات اللي المفروض القيادة مثل ما حكينا بتكون من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى، هيك القائد دائما بياخذ معلوماته ومقترحاته من وين؟ من المرؤوسين مشان يبني عليها قراراته. نعم احسنتي الاء، تصاعد وتنازل عند القائد. الرقابة، تعرف شو هي الرقابة؟ التوجيه يا عبلال اللي كنا عم نحكي عليه هو التوجيه، هو ارشاد المرؤوسين، وجه باللغة العربية، ارشد، دل على الطريق الصحيح. هو انك تدل المرؤوسين وتنصحهم وترشدهم الى الطريق الصحيح لحتى ما يوقعوا بالخطأ. الرقابة مثل ما بتعرف شو يعني الرقابة، صح؟ اللي هي انه نقارن ما بين ايش اللي خططنا له واللي نفذناه على ارض الواقع. احسنتي يا مهران، اللي هو تأكد من سير العمل، انه نحن نطلع. لذلك انا اختصرت يا مهران لما قلت انه نعمل مقارنة بين اللي خططناه واللي عملناه. نحن شو خططنا وشو نفذنا ونشوف التنسيق اللي هو ايش يا شباب، يعني توجيه الجهود باتجاه تحقيق الاهداف ايا كانت عندي مشكلات والى اخره بين كل الموارد، حتى والقائد والمرؤوسين والى اخره، من اجل الوصول الى هدف. يعني تنسيق، يعني خلينا نقول ايش، اعاده ترتيب. اذا كان التنظيم عندي صار في مشكله برجع بعمل ايش، عمليه تنسيق اتساق. او خلينا نقول تنسيق يعني بتلاقي توجيه الجهود لحتى اذا عندي متناقضات، عندي اشكالات، عندي اي اشياء متضاده، انا احطها في اتجاه واحد هو اتجاه تحقيق اتخاذ القرارات. كيف نعرف انه نحن حياتنا كلها مبنيه على اتخاذ القرارات، صح؟ انت بدك تنام، انت بتصحى، انت بتروح على الدوام، انت بتروح على الجامعه، انت بتحضر محاضره، كله قرارات قرارات قرارات. اذا بدك تشرب كاسه مي قرار. فبالتالي القائد يتخذ قرارات عشرات المرات في اليوم، وانتبه علي، القرارات تتخذ في كل المستويات الإدارية، في الإدارة العليا، في الإدارة الوسطى، في الإدارة التنفيذية، في العلاقات العامة، إقامة علاقات جيدة مع الناس داخل المنظمة وخارج المنظمة. كل هذه وظائف إدارة الموارد البشرية، كل ما يتعلق بالموارد البشرية، استقطاب، اختيار، استقطاب، تعيين، نقل، تدريب، تأهيل، رواتب، أجور، صحة وسلامة مهنية، كل شيء يتعلق بالموارد البشرية. النشاط المالي هو المسؤول عن الإدارة المالية. نحن حكينا أن القيادة هي اللي بتقود، هي اللي بتدير المال مثل ما هي بتدير الموارد البشرية، مثل ما كنا نحكي، مثل ما هي بتدير باقي المواد. المشاركة اللي هي إيش؟ مشاركة المرؤوسين في، يعني مشاركة المرؤوسين لقادتهم في كثير من الأشياء، اتخاذ القرار، في وضع الأهداف، في كل الأمور. في حد عنده سؤال أو استفسار؟ هذه الوظائف واضحة يا جماعة، بدي أخذ تفهموها كلها، ممتاز. طيب بنروح الآن للنقطة اللي بعدها، اللي هي إيش؟ طبيعة القيادة الإدارية. المقصود بطبيعة القيادة الإدارية هو إنه إيش؟ إن الإدارة، القيادة علم وفن، ممتاز. شو يعني علم؟ علم هو اللي شيء. الآن إحنا عم ندرس علم القيادة، صح ولا لا؟ العلم هو إنه كل إحنا عندنا مفهوم له أسس، له مبادئ، له نظريات، اللي هو علم القيادة، مثل ما درسنا علم الإدارة، مثل ما درسنا بقية العلوم. إذا أنا بقول علم القيادة، شو يعني علم القيادة مرة ثانية؟ إنه عندي مبادئ، عندي أسس، عندي نظريات، عندي أساليب، عندي أدوات، أحسنته، عندي كتب، عندي مراجع، عندي مؤتمرات، عندي دوريات، علم قائم بذاته. هذا العلم فهمناه. طب شو هو الفن؟ بكل بساطة، يا سلام عليكم، أحسنت يا تغريد. تغريد يعني حكية استخدام العلم بمهارة، وأحسنت يعني الفن هو بشكل بسيط هو كيفية استخدام العلم. ولما أقول كيفية يعني هي اللي هي المهارة والخبرة. أحسنت، ممتازين، أعتقد أنها واضحة. فالعلم هو استخدام أدوات وأساليب كما حكينا، منهجية ومنطق توصلنا لنتائج معينة. الفن خبرة ومهارة وتقدير شخصي، طبعا تقدير شخصي انه انت احيانا غير خبرتك ومهارتك يصير عندك قدرة على انك تقدر الامور.
فبالتالي العلم واضح والفن واضح. في حد عنده سؤال او استفسار عن هذا المفهوم؟ يعني مثل بالنسبه للعلوم استخدام التنبؤ في تحليل الحدث واستخدام الاساليب الماليه، كلها اساليب علميه. وفي بعض الاحيان احتاج ان يكون عندي خبره وتقدير شخصي للتصرف في المواقف الطارئه، التعامل مع ايش؟ مع الظروف المتغيره، مع حالات الضغط والصراعات الى اخره. طيب النقطة الأخيرة عنا في اللقاء الرابع هي تعريف القيادة الفعالة. انتبهوا عليه يا جماعة، انتبهوا كثير منيح على النقطة. أنت بقول عن شخص أنه قائد فعال، مو كل قائد بيحقق النجاح هو قائد فعال، عشان تكون الأمور واضحة. يعني أنا كقائد ممكن الآن لكم يا جماعة ترى إذا ما حضرتوا المحاضرات بشكل جيد راح تكون الاختبارات صعبة، هذا تهديد صح ولا لا؟ هل أنا عم أثر عليكم؟ لكن تأثيري عليكم راح يكون تأثير سلبي. ترى ممكن انتبهوا علي، ممكن تحضروا ويزيد عدد الحضور، لكن أنتم راح تكون عندكم رضا، راح يأثر. أيوة يا سلام عليكم، راح يكون تأثيره عليكم سلبي. معلش اسمحوا لي، الان ممكن انتم عددكم مثلا الان في حوالي 90 طالب وطالبه، الان ممكن يصير عددكم 200، لكن في 100 طالب وطالبه فاتحين البرنامج ومو موجودين مثلا. ليش؟ لانه تاثر سلبيا. ماشي هذا راح ان شاء الله تاثيري كله ايجابي. هلا كنت عم تمدحوني وتقولوا القائد ومدري ايش، عم نحكي مسائل افتراض. طيب يعني الفكرة الأساسية وين؟ الفكرة الأساسية ما بتفي إنك تحقق النجاح لحتى أقول عنك قائد فعال. يا سلام عليك، لازم نكون قدوة ولازم نعرف نستخدم الأسلوب. انتبهوا علي يا جماعة، أحسنتي وضحة ممتاز صحيح. لحتى تكون قائد فعال لازم أول شيء تحقق الأهداف. نحن ما حكينا الفرق بين الفعالية والكفاءة، قلنا الفعالية هي إيش؟ مدى تحقيق الأهداف، هاي أولا. مو بس هيك، مثل ما حكى ركان، لازم يكون المرؤوسين عندهم الرضا. صحيح يا منى، أصلا الرضا، رضا المرؤوسين ما بيصير. إمتى بيصير رضا المرؤوسين؟ لما يكون في انسجام بينهم وبين القائد، صح؟ تذكروا لما حكينا عن أوعاد التيار، قلنا أحد إنه في عندي ثلاث مقاييس. هذه المقاييس أو أهمها أن يكون نشوف مدى الانسجام. أول شيء هل تحقق الأهداف اللي معه، بعدين هل في انسجام مع القائد ولا لا، مع بين المرؤوسين للقائد. إذا أنت تقول عن شخص أنه قائد فعال لما يكون تأثيره إيجابي ويحقق الأهداف ويحقق الرضا لمين؟ للمرؤوسين وكفاءة المرؤوسين. أحسنت معه، حلو هذا الكلام، هيك جميل باللغة العربية. لذلك في عندي عدة تعريف للقيادة الفعالة، هي القدرة على ابتكار الرؤى البعيد الرحلة وصياغة الهدف واضح الاستراتيجي. يعني هذا كلام كبير. أنا بحب التعريف الثاني البسيط جدا. أيوة مثل اللي حكيت فزنا عنه، اللي هو إيش؟ هو ذلك النمط، النمط القيادي الذي ينمي في الأفراد القدرة لكي يصبحوا من المستقبل. يا سلام، تخيل لو أنت المرؤوسين اللي معك شعرت فيهم أنهم كلياتهم قادين، على فكرة حتى قيادتهم بتصير أسهل. أنتوا معي ولا لا؟ على فكرة المرؤوسين اللي معك إذا وصلوا لمرحلة إن هن يشعروا بأنفسهم إن هن فعلا قادي، قيادتهم أسهل من قيادة المرؤوسين العاديين. إذا مين هو القائد الفعال؟ هو اللي بينمي الشعور والإحساس عند الأفراد والمرؤوسين اللي بيخليهم يشعروا بأنهم هن أنفسهم قاد. يا سلام، هذا تعريف القيادة الفعالية. هذا كشف اللقاء الرابع. في حد عنده سؤال أو استفسار؟ عظيم جدا. إذا نروح على اللقاء الخامس، واللقاء الخامس فيه نقطتين اللي هو عناصر القيادة الفعالة
وفي عندي مهارات القيادة الفعالة. أنا بتوقع أني حكيت معكم كثير في موضوع عناصر القيادة الفعالة صح؟ من الأول مرة ثانية رح أحكي شوف يا جماعة، لحتى يكون في عندي قيادة فعالة هلا كنا نحكي إنه القائد الفعال لازم يحقق الأهداف، هيك اتفقنا، ويحقق رضا المرؤوسين. لحتى يكون عندي قيادة فعالة بشكل عام لازم يكون عندي أربع عناصر أو أربعة عناصر. يعني أي عنصر ما له موجود ما يكون عندي قيادة فعالة. يلا ركزوا معي مشان نخلص هذا، مشان أعطيكم مجموعة أسئلة عن المرة الماضية وعن هذه المرة. أول عنصر القائد، هذا ما نختلفين أصلا، تعرف القائد هو قدرة القائد على التأثير في الآخرين أو الفرد على التأثير في الآخرين. من هو الفرد؟ هو القائد. إذن القائد. ومن العنصر الثاني؟ المرؤوسين، الأفراد. مظبوط؟ جميل جدا. في حد لحد الآن عنده سؤال؟ إذن أول عنصر عندي القائد هو اللي بيأثر في الناس، بيأثر بأفكاره، بآرائه، بسلوكياته، بتصرفاته، بخبراته، سماته إلى آخره. والأفراد اللي هم اللي بيتأثروا، قلنا بأنه القائد الحقيقي هو اللي بيأثر في الأفراد ويتأثر بهم كمان. العنصر الثالث هو الموقف. وين راكان أو إبراهيم أو مهران أو حمود أو هاي علي أي حدا، لنفترض استقيت أنا وراكان في مكان عام، تمام؟ أنا تعرفت على راكان عن طريق شخص ثالث، رح يكون سلامي على راكان أو سلام راكان علي سلام عادي صح ولا لا؟ إنه نحن لأول مرة نلتقي عن طريق شخص، السلام عليكم كيف حالك شو أخبارك أنا فلان وأنت فلان وكذا وإلى آخره، وحديث عادي. بعد فترة التقيت أنا وراكان في قاعة الدرس، راكان أحد طلابي في الجامعة. أنا حسين، ما اختلف في شخصيتي نفسها كل شيء، راكان نفسه شخصيته ما اختلف فيه. لكن هل العلاقة في اللقاء الثاني اللي جمعتني أنا وراكان رح تكون مثل أول مرة؟ لا. هل اختلف راكان؟ هل أنا اختلفت؟ اللي اختلف الموقف. واضح شو يعني الموقف؟ هذا هو الموقف. يا سلام احسنتوا، بس الموقف اللي اختلف. فاحيانا يعني القائد على فكره ما بتلاحظ انت اذا كنت انت مدير الان او قائد، ما بتلاحظ انه احيانا بتعامل المرؤوسين كل مره بطريقه مختلفه بحسب الموقف. يعني اذا كان انت عايش في موقف الان في ضغط ومطلوب منك عمل معين وكذا، وجاك احد المرؤوسين بكل برود وبكل يعني بطء وكذا والى اخره، ممكن تكون ردة فعلك قوية عليه، او العكس صحيح. هذا هو الموقف. وفي عندي العنصر الرابع اللي هو المناخ التنظيمي. المناخ التنظيمي اللي هو ايش؟ عبارة عن مكونين اساسيين، مكونات معنوية ومكونات. شو هي المكونات المعنوية؟ اللي هي الأهداف والسياسات والإجراءات والهيكل التنظيمية والمشاعر والعواطف والعلاقات الإنسانية، كل شيء له في علاقة في العمل لكن مكون معنوي ما هو ملموس. وفي عندي المكونات المادية اللي هي المكونات الملموسة اللي هي إيش؟ المعدات، التجهيزات، الموارد المادية، المؤثرات الطبيعية، الإضاءة، الحرارة إلى آخره. واضح شباب؟ هذا مناخ تنظيمي. إذن سواء كانت معدات مثلها أو مكونات معنوية أو مكونات مادية، إذن هدول هن العناصر الأربعة. باقي العناصر الأربعة هدول للإطلاع ما في شيء، يعني عبارة عن شرح مصطفي. في حد عنده سؤال أو استفسار؟ إيه أخذنا قيادة علم وعبي، أخذنا دوافع أكيد. طيب النقطة الثانية في عندي مهارات القيادة الفعالة. هذه المهارات يعني مهمة. يعني شو هي مهارة القائد الفعال؟ شو هي المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده؟ القدرة على تطوير زيادة روح التعاون مع الآخرين، المرونة،
كيف ينطق، كيف يتحمل الاراء النقديه، كيف يرد على الاراء النقديه، ويبين القدره على الاقناع. حكينا كل هذه الامور، يكون عنده ذكاء عاطفي، تحديد الاولويات، الرؤيه والابداع، التصوير، التحفيز الذاتي. هذا بيحفظوا لهم بس رؤوس اخلاق، التنظيم، صنع القرار، تقبل المخاطره، كل هذا حكينا. اللي بس فقط اللي فقط رؤوس اخلاق، تحديد مثلا نقول تحديد اولويات مثلا، عفوا التحفيز الذاتي، التفويض، الرؤيه والابداع، كافي لان هذا كله هذا حكيناه، شرحناه بالتفصيل على فكره. ماشي يا جماعه؟ اذا فقط خذوها رؤوس اخلاق. تمام. حد في حد عنده سؤال او استفسار؟ اذا نحن وصلنا لايش؟ خلصنا اللقاء الخامس، اي المهارات رؤوس الاقلام. ايوه لسه. طيب اتكلنا على الله. يا جهزوا حالكم ناخذ مجموعه من الاسئله. نحن اخذنا نفس اللقاء الاول مجموعه الاسئله صح؟ ذكروا كم سؤال أخذنا؟ أو آخر سؤال أخذنا شو كان؟ عن إيش؟ طيب إذا أخذنا نحن بس فقط عن في اللقاء الأول، طيب نأخذ في اللقاء الثاني ما لها مشكلة. عرفت القيادة على أنها، أخذنا مثلا أخذنا هذا السؤال ولا ما أخذنا؟ عرفت القيادة؟ طيب عرفت القيادة، يلا نكتب كلياتنا. أو شو رأيكم؟ أنا شوفوا يا جماعة، انتبهوا علي، أنا عندي اقتراح، ركزوا معي ولا تكتبوا بعدين بتفرغوا هون. شو رأيكم؟ أنا بقرأ السؤال بس ركز معي وانتوا جاوبوا وبعدين فرغوا براحتكم مشان أعطيكم أكبر قدر ممكن من الأسئلة. هلا بعد شوي ما حدا يقول لي دكتور عيد. يلا، عرفت القيادة الإدارية على أنها فن التعامل مع الطبيعة البشرية، وذلك بناء على أساس القيادة كمركز لتفاعلات الجماعة، باء السلطة الممنوحة للقائد، جيم قدرة القائد على التأثير في التابعين، دال وظيفة من وظائف القيادة. شو هو الجواب؟ أحسنتوا، جيم مبين فن التعامل مع الطبيعة البشرية، كيف انك تأثر في الناس يعني. ممتاز. من تعريف القيادة على اساس السمات الشخصية انها، هذا كويز يا سمية، هذا كويز، جاوبي اسرع عليكم هيك يعني، انا كنت اعطيتكم سؤالين ثلاثة ومشي. من تعريف القيادة على اساس السمات الشخصية انها، ألف مجموعة من الصفات التي تفسر أن كل من يملكها هو قائد ناجح، باء نقطة استقطاب تعاون الجماعة، جيم السلطة التي يمتلكها القائد واللازم يا السلام عليكم. ما شاء الله ما كفيت الخيارات، ممتازين. على فكرة أنا اليوم كنت في سيرتكم وكنت عم بقول أنه في عندي طلاب في الانتساب يعني متميزين جدا جدا جدا، ولا حد يعتقد ولا حد يفكر انه هن اقل، لا بالعكس من طلاب الانتظام. لكن احيانا الظروف، وما بدي احكي كثير مشان ما اخذ من وقتكم، لكن والله هي وجهة نظري ومن خلال خبرة سنوات طويلة مع طلابي في التعليم عن بعد. طيب ناخذ سؤال كمان. التعريف الشامل للقيادة كما عرفها المراد 2009 تقوم على أساس قدرة القائد على التأثير في الآخرين، وظيفة من وظائف القيادة، السمات الشخصية، دال كل ما سبق.
مرة ثانية. التعريف الشامل للقيادة كما عرفها المراد، ما أنا عم أقول التعريف الشامل يعني دال قدرة. هل أنا التعريف اللي وضعناه قلنا إنه يشمل كل الاتجاهات، مو تذكروا هيك شرحنا؟ يلا هلا مدحتكم شوي يعني، لا كنت تطول الموضوع شوي يعني، إنه يعني مدحتكم شوي رجعوا ركزوا معي، خاف إنه يجيب آثار عكسية هذا الشيء. لا جمع الله يرضى عليكم. وين تحفيز جميل يا مهران؟ والله أنا حكيت الصراحة وحكيت شوف الدرجات شلون أو شلون رفار الإجابات. طيب يلا هذا سؤال مهم. تتميز المديرون بأنهم، يتميز مين؟ المديرون بأنهم يراقبون، يحركون، يطورون، يبدعون. أنا بعرف إنه الإجابة صح، الإجابة ألف، لأن المدير فقط يراقب ويحافظ على الوضع، بينما مين اللي يحركون ويطورون ويبدعون ويتحدون؟ القائد. أيوة أحسنتم أحسنتم. طب لو سألتكم سؤال معاكس، يتصف القادة بأنهم يراقبون، يحافظون، يقلدون، يقبلون بالوضع الحالي، يحركون أو يطورون؟ الإجابة الأخيرة صح، اللي هن يحركون ويطورون. أيوة ممتازين، هذا شيء مهم. يعني أي شيء في تطوير، في حركية، في تحدي، هو ده القائد، عكس هيك كل المدير يقدر يفهمه فهموها فهم. من الأبعاد الأساسية لعملية القيادة الإدارية أن جوهر القيادة هو القدرة على التأثير، هذا ألف. باء، أن القائد في المقدمة ليقود. جيم، هناك مقاييس لقياس نجاح القائد وفعاليته، دال كل ما سبق. أحسنت، دال. هذا سؤال صعب، ركزوا على السؤال، أنا عم بقولكم هذا سؤال صعب. ليس من الأبعاد الأساسية لعملية القيادة الإدارية، ليس من الأبعاد الأساسية، يعني رح أعطيكم أربع خيارات، واحد منهم ما له من أبعاد القيادة، ثلاثة من أبعاد القيادة. أول شيء القائد في المقدمة ليقود، هذا ألف. باء، جوهر القيادة هو مدى القدرة على التأثير. جيم، مدى نجاح الجماعة في بلوغ هدفها بالكفاية الواجبة، لذلك هناك مقاييس لقياس نجاح القائد وفعاليته. أنا عرفان السؤال صعب. اللي جاوب جيم إن شاء الله هذا أقل شيء إيه، لا خوف عليه. لكن أنا شو سألت؟ أنا قلت ليس من أبعاد القيادة، القائد في المقدمة ليقود من الأبعاد صح؟ جوهر القيادة هو القدرة على التأثير، هذا من الأبعاد صح؟ متى نجاح الجماعة في بلوغ هدفها بالكفاية، هذا مو من الأبعاد، هذا جزء أو مقياس من مقاييس اللي هي آخر واحدة اللي الرابعة عندها، هناك مقاييس لقياس نجاح، هذا من الأبعاد. أيوه هذيك من المقاييس، لك تديروا بالكم هذا سؤال صعب كثير، يعني ما بيجي كثير في الاختبار، بس هذا انا حبيت اختبركم. يعني ماشي، كنتوا ماشيين معي تمام؟ قال هناك مقاييس نجاح. طيب سؤال، يلا سؤال سريع هذا. طيب يا مهران ماشي، بس بدون ما تحلفني، يعني سؤال بسيط. يلا، يدرب المدير مرؤوسي على كيفية التعلم من الأخطاء، صح ولا خطأ؟ لكن خطأ. هلأ المرؤوس
مديره بدربه على 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 انه كيف ما يقع في الخطا وانه يتعلم الاخطاء. لا حكيناها قلنا بانه المدير شو بيساوي على طول بيعاقب. مين اللي بيدرب؟ لك. طيب يلا السؤال، من عناصر أهمية القيادة الإدارية ألف تغير بيئة المنظمة، ديناميكية المنظمة باء، جيم طبيعة الأفراد في المنظمات دال كل ما زبير. شو الإجابة؟ شو هي الإجابة؟ سؤال بسيط هذا هلا أخذنا. كل ما ذكر تغير بيئة المنظمة، ديناميكية المنظمة، وطبيعة الأفراد، هذول الثلاثة بالإضافة للرابع اللي هو إيش؟ عدم وجود تصميم شامل. إذن كل ما ذكر. ركزوا معي. أنتوا أول سؤالين ثلاثة أربعة كنتوا ماشيين، بعدين صرتوا إيش؟ طيب يلا سؤال كمان. القيادة الإدارية كعلم تعني تعلم استخدام أدوات وأساليب منهجية ومنطقية، خبرة ومرونة وتقدير شخصي، استخدام المهارات السلوكية والفنية. شو الإجابة؟ ممتاز. ألف استخدام أدوات وأساليب علم. أحسنت. هاي استعمل المعلومة ممتازة يعني. طيب القيادة الفعالة هي ذلك النمط الذي ينمي في الأفراد القدرة لكي يصبحوا هم أنفسهم قادة، صح ولا خطأ؟ حلو ممتاز. يلا سؤال كمان، من وظائف القيادة الإدارية التنسيق وتعني اهتمام القائد ومراقبة كل ما يجري في منظمته، صح ولا خطأ؟ أو أحسنت خطأ. اهتمام القائد ومراقبة كل ما يجري في المنظمة هي الرقابة. أحسنت يا حنين يسرى. ما صحيح. أما التنسيق هو شيء ثاني. هلا كنا عم نقول توحيد الجهود، صح؟ ما كنا عم نقول التنسيق هو توحيد الجهود وإلى آخره. الوقت جوهرة أنا حكيت أنا من وظائف القيادة الإدارية التنسيق، لحد الآن كلامنا صحيح. وتعني هون هو هون 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 بالتفصيل اهتمام. ماشي. ايوه صح الجوهرة مظبوط صح. انا عفاني عم تنبهون انا فاهم عليك. طيب والله فهمت انه عندكم محاضرة يعني. الرؤية والابداع والتحفيز الذاتي من عناصر القيادة الفعالة، صح ولا خطأ؟ الرؤية والابداع والتحفيز الذاتي من عناصر القيادة الفعالة، صح ولا خطأ؟ إخلاع بتقوله صح. خطأ. هذول من المهارات هلأ ذكرناهم العناصر الأربعة، القيادة والقائد والأفراد والمناخ التنظيمي والموقف، هذول العناصر. أما الرؤية والإبداع والتفويض والتحفيز الذاتي هذه مهارات. لا لا لسه عمتكم والله. يا ريتني ما مدحت. غير رأيي بكرة على نفس الأساتذة. يلا لعل وعسى إن شاء الله المرة الجاية الأربعاء إن شاء الله نشوف. إذا الأربعاء إن شاء الله بيكون عندنا لقاء بعد بكرة، رح يكون لقاءنا الرابع، وبعدين خلاص نستمر كل يوم تاني. خلاص بعد نضحكون. يلا أراكم إن شاء الله بخير. هاي يا مهران، هذه أسئلة بتحط إن شاء الله رح أحط لك تكليف، ما تزعل يا مهران رح أحط لك أحلى تكليف. يلا شكرا على خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.